السلام عليكم، شخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في كويزين زهيرة. اليوم بغيت نشارك معكم واحد المخيمرات معمرين بحشوة بسيطة وسهلة التحضير. خليكم على لائحة المقادير. أول حاجة غنحتاجوها عندنا قليل من الشحمة ديال الكلوة، كذلك عندي قليل من الكفتة، عندي حبة واحدة من البصلة مشلدة مزيان، نحتاج كذلك القرعة الخضراء او الكورجيت حكا كيف ما كتشوفوا معايا هنا، عندي كذلك حبتين من الجزر اللي حكيتهم بالحكاكة الغليظة، عندي قليل من المعدنوس، عندي زيت زيتون، عندي شعرية صينية او ما يسمى بالفيرميسين، انا ديجا درتها في الماء سخون، عندي زيتون خضر مقطع، عندي فرماج حمر محكوك. بالنسبة لزيبيس أو العطرية، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال السكينجبير، نص معلقة الفلفل الأسود، عندي معلقة كبيرة ولا معلقة ونص ديال التخميرة، عندي الملح حسب الذوق، واللي كانت متوفرة عنده الهريسة يستعملها حسب اختيار. أول حاجة غادي نشحرو البصلة ديالتنا، نضيف عليها هذيك الزويته، ومن بعد بقى نضيف ديك الخضره اللي عندي، كذلك التوابل علاش دخليتهم حتى لدابا باش ما يتحرقوش ليا. المخيمرات ديالي هما طلعوا، انا عجنتها قبل ما نبدا في الحشوه باش يخمروا ليا مزيان، والطريقه راه ديجا درتها في الفيديو اللي قبل. الحشوه ها هي طابت وخليتها باش تبرد باش ما تقطعش ليا العجينه ديالتي ملي نبدا نعمر فيها. خليكم مع طريقه التحضير. عمرت كاع الكميه اللي عندي، غادي نغطيهم باش ثاني يخمروا ليا يجوني ساهلين في التقراص، وديك الساعه غادي نبدا نطيب كيف ما كتشوفوا هنا. هادو هما المخيمرات اليوم، كنتمنى تجربوهم ان شاء الله، كيجي المذاق ديالهم رائع. لاول مره يشوف لا فيديو ديالي ما ينساش يتابونا وديروا لي لايك وخليوا لي تعليق ديالكم. ورمضان كريم.